كنت بفكر في المشروع، ممكن نستعمل الكتب ونعمل حركة دومينو كده. انت بتعملي ايه هنا يا قطة؟ نيت انت كويس؟ هو انت كنت خايف من فيليشيا ولا ايه؟ لا نيت رايت ما يعرفش الخوف. أمال نطيت ليه؟ أنا عشان بليت بنطلوني. ايو صباح الخير وايكي. ها؟ أنا آسف بتكلم بلغات تاني، ده معناه صباح الخير بالجبرش. أو غريب، ليه دايما بتحاولي تهربي؟ على فكرة أنا جبت هدية لفليشيا. دي بلاستيك صح؟ أيوة طبعا طبعا أكيد. لا في حاجة غلط، دي مش نافعة خالص. طيب عندك حبال؟ هشوف في البدروم. هي احنا تمام صح؟ بفكر اعمل فيك ايه. ياه، بس انا جبت لك هديه. اسمعني كويس، انا مقدرة هديتك الغبيه يا نيت، بس انا مش عايزه حب، عايزه حريه. ايوه طبعا، بس افتح الباب يا نيت، ولا بفكرك ممكن انا اعمل ايه. انا اقدر ارشف روحك. ماشي اتفضلي. جي عمرها ما حتسامحك عشان خرجتي. استني، ايه انت السبب؟ قلتي مش هتعرف. تعالي هنا. لا كنت بتتكلم مع حد؟ ايه لا 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 لا، كنت بفكر في مشروعنا. عارف انا مبسوطه انك في فريقي، بتشتغل بجد قوي في المشروع، عاده ما تدبس في حد كسلان. اوه شكرا يا جيني، انا كمان مبسوط ان انا. فين فليشيا؟ كانت معاك لما رحت اجيب الحبل. لا ما اعتقدش، اكيد موجوده في مكان هنا في البيت. بقالها سنين بتحاول تهرب، مش مصدقه اني نسيت الباب مفتوح. ما تخافيش هنلاقيها. او لا، يا ريت لا. ماما زمانها جايه، يمكن هي هتلاقيها. خلاص انت طيب، مش هنكمل شغل دلوقتي؟ انا في حاله ذهول. طيب محتاجه حضن؟ ايوه، يا ريت ارتور كان هنا. ارتور؟ طيب متاكده ان حد هيلاقي قطتك؟ ده يبقى بطلي طول العمر. بطلك طول العمر؟ تمام يا جماعه، يلا بينا. ده هينفع، ممتاز. تاني محاوله. شكلها جامد. لقيتها، ما تلاقيش يا جيني، انقذت الموقف. دول قطتين. اتنين؟ لا قطتي بس، رجعت بعد ما مشيت بشويه. استني، ايه؟ لازم ادخل. ياه مجنون، انا شكلي اصطدت حاجه غلط ولا ايه؟ شكلي الراجل ده ما يقرب ليش خالص. تقدر تصطاد ناس بدي؟ ده تقريبا اختراع روب صح؟ ايوه هو ده. مفاجاه. نيت انت رائع. دخلت حمام غريب. انا خفيت. مين جدع؟ انت جدع. يهو. طيب بما ان المشروع خلص، تيجي نروح السينما؟ لا انا خارجه مع ارتور. شكرا جدا على المشروع، احسن فريق مشروع في العالم. اشوفك بعدين. استني جاني، مش عايزه تشوفي بيشتغل ازاي.